اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. صاحبة الملامح الهادئة والوجه الجذاب، اشتهرت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهي اليوم اسم لامع في تاريخ الدراما المصرية. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة وأسرار جميلة الشاشة المصرية ميرفت أمين. اسمها الحقيقي ميرفت محمد مصطفى أمين، ولدت في المنيا في صعيد مصر لأب مصري وأم إسكتلندية، وهي من مواليد 24 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 1948. بعدما أنهت دراستها الثانوية التحقت ميرفت بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وتخرجت منها بعد أن حصلت على إجازة في اللغة الإنجليزية. خلال فترة دراستها الجامعية خطت ميرفت أمين أولى خطواتها في التمثيل، حيث كانت ضمن فريق المسرح الجامعي وقدمت عدة مسرحيات، كان منها يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم. وبعد تخرجها من الجامعة شاركت بكونها ممثلة جيدة في مسرحية مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدبولي. عام 1968 التقت بالممثل أحمد مظهر الذي اكتشف موهبتها ورشحها للمشاركة للمرة الأولى في السينما، وحينها قدمت ميرفت أمين أول أفلامها بعنوان نفوس حائرة. إلا أن الانطلاق الحقيقي لها كانت حين تم اختيارها للعب دور البطولة إلى جانب العندليب الأسمر في فيلمه الشهير أبي فوق الشجرة. ففي ذلك الوقت تخلفت الممثلة الأساسية عن التصوير، وما كان أمام المخرج حسين كمال إلا أن أعطى الدور لميرفت أمين، ليكون هذا الدور بداية شهرتها وسبب تلقيها لأعمال عديدة فيما بعد. بعد ذلك بعام واحد اختيرت ميرفت أمين لتؤدي دور البطولة في مسلسل الانتقام إلى جانب مديحة كامل ونور الشريف. وخلال مسيرة فنية حافلة بالأعمال والنجاحات، تألقت ميرفت أمين بأدوارها المتنوعة التي قامت بها خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وتمكنت من نقش اسمها بين كبار نجوم الزمن الجميل. شاركت هذه الفنانة الذهبية فيما يقارب 120 فيلما سينمائيا، وكان من أهم أفلامها فيلم جنون الشباب، دائرة الانتقام، ثرثرة فوق النيل، وفيلم أبناء الصمت. أما مشاركاتها الأخيرة في السينما فكانت من خلال فيلم ممنوع الاقتراب أو التصوير الذي تم عرضه عام 2017. فيما يتعلق بالدراما التلفزيونية فقد شاركت أمين في عدة مسلسلات ناجحة، مثل مسلسل الرجل الآخر، بشرى سارة، لا تطفئ الشمس، وغيرها من المسلسلات ما بين قديم وجديد في الدراما المصرية. تزوجت ميرفت أمين 7 مرات في حياتها. زواجها الأول كان عام 1970 من الفنان السوري موفق بهجت، وعلى الرغم من معارضة أهلها الشديدة إلا أنها أصرت على الزواج من هذا الفنان، وذلك بالرغم من أنه كان متزوجا من امرأة أخرى ولديه أطفال. بعد فترة من زواجهما سافر الزوج إلى لبنان، وهناك
تم القبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات، الأمر الذي أغضب ميرفت أمين ودفعها لطلب الطلاق منه على الفور. في أحد مقابلاته الإذاعية قال موفق بهجت أن سبب الطلاق الحقيقي كان غيرة ميرفت المبالغ بها، ووصفها بالغيرة المرضية. وفي مصادر أخرى قيل بأن ميرفت أمين عانت في تلك الفترة من انشغال زوجها الدائم عنها، وأنها طلبت منه أن يطلق زوجته الثانية وأم أطفاله، إلا أنه رفض هذا الأمر. بعد انفصالها عن زوجها الأول تزوجت ميرفت أمين للمرة الثانية من أحد هواة الفروسية في نادي الهيليوبوليس، ولكن زواجهما هذا لم يستمر طويلا، لتتزوج فيما بعد من عازف الجيتار عمر خورشيد، لكن هذا الأخير كان على علاقة عاطفية بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، وهذا ما أثار الشكوك في قلب ميرفت ودفعها لطلب الطلاق بعد أن تأكدت من الأمر. بعد ذلك بفترة أعلنت ميرفت أمين زواجها الرابع من رجل الأعمال مصطفى السيد صاوي، إلا أنهما انفصلا بعد فترة قصيرة. وصرحت أمين أن سبب الانفصال هو طمع زوجها بأموالها وثروتها، وخاصة بعد أن طلب منها أن يدير أعمالها، فما كان منها إلا أن تركته كي تحمي نفسها من شر أطماعه. في عام 1974 تزوجت الفنانة ميرفت أمين للمرة الخامسة من زميلها الممثل حسين فهمي، حيث وقع الثنائي في حب بعضهما البعض بعد أن شاركا في عدة أعمال معا، وشهد الوسط الفني على قصة حبهما العظيمة. ومن الجدير بالذكر أن حفل الزفاف تم أثناء تصوير فيلم مكالمة في نص الليل، حيث كان الزوجان يصوران مشهد الزفاف، وبعد الانتهاء من التصوير تابعا مراسم الزفاف بنفس الملابس التي كانوا يرتدونها. رزق الثنائي بطفلة أسمياها منا، وعاشا تحت سقف الزوجية لمدة 12 عاما، لينتهي بعد ذلك زواجهما بسبب كثرة المشاكل. ويقال بأن نجمتنا تزوجت فيما بعد من المنتج الفلسطيني حسين القلا، وبعد انفصالها عنه تزوجت للمرة السابعة والأخيرة من رجل الأعمال مصطفى البليدي. هذا وقد انتشرت شائعات كثيرة حول زواج الفنانة المصرية من الممثل محمود قابيل، ولكن هذا الأخير أكد بأنه وقع في حبها، إلا أنه مع ذلك نفى أمر زواجه منها على الإطلاق. أصيبت هذه الفنانة العظيمة بفقدان ذاكرة مفاجئ، فحين علمت بوجود دواء يساعد في حرق الدهون وخسارة الوزن قررت أن تتناوله دون استشارة الطبيب، إلا أن انقطاعها عن الطعام وتسرعها في أخذ عقاقير طبية دون استشارة مسبقة شكلا السبب في إحساسها المفاجئ بالتعب والوهن. وبعد أن خلدت إلى النوم طلبا للراحة استيقظت في اليوم التالي وهي فاقدة للذاكرة، حيث لم تتمكن من معرفة أي من أفراد أسرتها. وبعد الإسعافات الأولية والمراقبة الطبية لوعكتها الصحية بدأت ميرفت أمين بالتعافي واسترجعت ذاكرتها شيئا فشيئا. سنوات طويلة من العطاء الفني تكللت بالنجاح والشهرة، وكانت كفيلة في تصدر ميرفت أمين لقائمة أجمل وأنجح النجمات على مر السنين، فهي كالذهب تماما يزداد لمعانا وعراقة كل
كلما تقدم به الزمن.